السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور أسامة معروف. إن شاء الله كده النهاردة أنا هديكم فكرة بسيطة كده عن ضغط الدم المنخفض. ضغط الدم المنخفض المفروض إن أنت لما بتيجي تقيسه تقدر إن أنت تقول هو منخفض بداية من 90 على 60، وغالبا هتلاقي المريض داخل لك الصيدلية بيقول لك أنا دايخ ومصدع وعينيا مزغللة، دايخ ومصدع وعينيا مزغللة، تمام كده؟ طيب ديت الاعراض العامه بتاع ضغط الدم المنخفض. طب تعالوا كده نشوف هو ضغط الدم المنخفض ده ممكن يكون سببه ايه. تمام، ممكن يكون سببه حاجه نفسيه، زي مثلا في ناس بتخاف مثلا من الضلمه، او في ناس بتخاف من الدم، او في ناس بتخاف مثلا من افلام الرعب، مجرد ما بتشوف حاجه تخوفها بتلاقيها بتدوخ وتقع كده في الارض وضغط الدم بتاعها ايه ينخفض. الحاجه التانيه او السبب التاني ممكن يكون نتيجة أنيميا، يعني في الحالة ديت لازم نعمل سي بي سي اللي هي كومبليت بلاد كاونت، بنعد عدد كرات الدم الحمراء والبيضاء. تمام، ده تحليل مشهور قوي كده بنعمله في المعامل. السبب الثالث حاجة كده بنسميها اورثوستاتيك هايبوتنشن. اورثوستاتيك هايبوتنشن ديت معناها ايه؟ تلاقيه وهو قاعد اول ما بيقوم بتلاقيه يدوخ ويقع في الارض، تمام كده؟ ده بنسميه اورثوستاتيك هايبوتنشن، يعني وضعيه انخفاض ضغط الدم مع الوقوف الفجائي، تمام كده؟ طيب كده احنا اتكلمنا على شكل ضغط الدم بيعمل ازاي واعراضه وايه الاسباب اللي ممكن ان هي تؤدي الى حدوث ضغط الدم. طيب في الحالات البسيطه اللي بنيجي نعالجها بنعلق لها محلول ملح. طيب دي بالنسبه للحالات البسيطه. طيب حالات الى حد ما اقوى شويه ديت بنقدر ان احنا نقول للمريض يحاول ان هو يشرب ميه وعصاير كتير، يشرب ميه وعصاير كتير، يعني سوائل كتير قوي كده تدخل ايه جسمه، تمام كده؟ طيب بالنسبه للسوائل دي لو ما عملتش نتيجه بنبدا ان احنا نقول له يمشي على دواء مثلا زي الكراسور نقط اللي بياخد منها من 20 ل 30 نقطه 3 مرات في اليوم، ميدودرين اقراص ياخد منه قرص 3 مرات في اليوم مع متابعة الضغط، لازم يتابع الضغط، تمام كده؟ ميدودرين نقط برضو ياخد منها 3 مرات في اليوم برضو مع متابعة الضغط، خلاص كده؟ طيب في الحالات بقى الشديدة لما يكون عندي ضغط الدم مثلا بيحصل نتيجة الأورثوستاتيك هايبوتنشن اللي أنا قلت لكم عليه، في حالة الأورثوستاتيك هايبوتنشن تمام بنقول للمريض تحاول ان انت بقدر الامكان ان انت لما تيجي تقوم ما تقومش على طول، يعني تحاول تاخد وقت كده ايه على ما تقوم، وتحاول بقدر الامكان تاكل كده حاجات مملحه وتشرب ميه كتير ايه معاها، تمام كده؟ طيب الاهم بقى من كل ده هو علاج السبب. علاج السبب يعني انا كنت قلت لكم لو حاجه بتخاف منها انت بتسبب لك الدوخه وانخفاض ضغط الدم بلاشها، تمام كده؟ طيب الحاجه الثانيه لو كان السبب انيميا، الهيموجلوبين قليل وده مشهور قوي في الستات، لازم نعالج الانيميا، يعني نعالج السبب اللي هو ادى الى انخفاض ضغط الدم. طيب في حاله الاورثوستاتيك هايبوتنشن غالبا لما بنقول للمريض اللي هو لما بيقف ومره واحده تلاقيه داخ كده وقع في الارض بنقول له كل موالح واشرب ميه كتير واشرب سوائل كتير، بس بنبدا ان احنا نديله دواء تمام حاجه اسمها كورتيلون، تمام ده نوع كده من انواع الكورتيزونات بيستخدم لعلاج الاورثوستاتيك هايبوتنشن اللي انا عرفته لكم بالعربي اللي هو انخفاض ضغط الدم المفاجئ مع الوقوف، تمام كده؟ كده الحمد لله كده لميت لكم حاجه مشهوره جدا كلكم بتتعرضوا لها وهي انخفاض ضغط الدم. أشوفكم على خير وبإذن الله كده نبقى نتابع فيديوهات جديدة بمعلومات مفيدة. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.